أسبوع جديد وبداية جديدة لهاليوم من 5X5 Show، حلقة وفقرات عديدة وشيقة بانتظاركم بخمس فقرات خمس مراتب مع أفضل خمس تصنيفات. Get ready، جهزوا حالكم لأن مشوارنا ابتدى، لكن بعد الفاصل. Sportline Foods and Drinks Celebrity Secrets Video Games Bollywood Stars. مفهوم رفع الأثقال عند بعض الشباب هو العثور على مكان مناسب للاستلقاء وحمل الأثقال بأي شكل، وكلها في النهاية للحصول على عضلات قوية وظاهرة. ولكن كوري غراغوري متخصص اللياقة البدنية بقول إن الصدر ما بيتأثر إلا بتمارين معينة تجعله يعطي أفضل ما عنده من عضلات، والتمارين الخمسة التالية تعتبر هي الأفضل بحسب موقع بادي بيلدينج. في فقرة سبورت لاين رح نتعرف على خمس تمارين لعضلات صدر للمتخصص اللياقة البدنية كوري غراغوري. مع بعض هالتمارين وتعرفنا على كيفية إتقانها بشكل سليم 100%. وللعلم هاي التمارين للباحثين عن عضلات صدر هالك، لأن إتقان اللعب هو أهم شيء وأهم من الزيادة. فشو استفدنا إذا زدنا نسبة الحمولة وإحنا بالأساس عم نلعب غلط؟